القاعدة الثامنة عشر: الإقرار بتوحيد الربوبية مجرداً لا يكفي للحكم بالإسلام، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. نعم، لأن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فلا يكفي توحيد الربوبية، لابد أن يجمع بين الأمرين، توحيد الربوبية وتوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لابد أن يجمع بينهما، لابد أن يقر أن الله الخالق البارئ وأن الله هو المستحق وحده للعبادة سبحانه وتعالى، ولابد أن ينطق بالشهادة. ولذا قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوتني، يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت، وكنت قبل أمينا، ولقد علمت أن رب محمد أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هو مقر بهذا، هو مقر بهذا، ولقد علمت بأن دين محمد هو خير أديان البرية دينا لولا ملامتي أو مخافة سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا لم يجعله مسلما، هو مقر أن الله هو الحق وأنه كذا، لكن طالما أنه ما نطق بالشهادتين فإنه لا يكون مسلما حتى ينطق بهما. نعم.